1994. وإن كان مشجعو سبور قد خابت أمالهم عند ذهاب كلينزمان، فإن عودته وضعت حدا لموسم سيء جدا وجد خلاله النادي أن الانحطاط يهدد منزلته الأسطورية. بإدارة كريستيان جروس كان سبور في وضع سيء، وعندما خرج كلينزمان بفك ظن أنه مكسور تلاشت آمال المشجعين، ولكن تعويذتهم عادت من جديد واحتاجوا لاحقا خلال الموسم إلى هزم ويمبلدون ليؤمنوا سلامتهم. سجل كلينزمان 4 أهداف مذهلة خلال 90 دقيقة، جعل توتنهام يضمن مستقبله في البريمير ليج. اعتزل كلينزمان كرة القدم بعد خروج ألمانيا من كأس العالم عام 98. أهداف المهاجم 3 في فرنسا رفعت سجله العالمي إلى 47 خلال 108 مباراة لصالح بلاده. خلال حياته المهنية التي سجل فيها أكثر من 400 هدف، أنجز كلينزمان جميع الأعمال الممكنة ليصبح واحدا من أعظم لاعبي العالم على الإطلاق. إنه هدف رائع، ها هو كلينزمان يسجل هدفا رائعا بالفعل. من الممكن أن تكون حياته المهنية كلاعب قد انتهت، ولكن وبعد غياب 6 سنوات عن الملاعب عاد تأثير البطل الألماني ليترك علامة. قضت ألمانيا وبقيادة رودي فولر أوقاتا صعبة جدا في اليورو 2004، وبعد استقالة فولر أعلن عن أن قاذف القنابل الذهبي سيكون مدرب الفريق الأساسي الجديد، هدفه الفوز في كأس العالم لعام 2006. Es für mich ja ein sehr emotionaler Moment. Es ist ein schöner Moment. إنها لحظة رائعة ومؤثرة جدا بالنسبة إلي، ومن دون شك لحظة لم أستطع أن أتخيلها. أولا هو شرف عظيم، وأنا سعيد جدا بقيادة الفريق الوطني الألماني في بطولة كأس العالم للعام 1996 والتي ستجري في بلادنا. أنا فخور جدا بهذا، كما أنني مدرك أنه تحد كبير ومهمة صعبة. لا شك في أن الأمر كان تحديا. منذ اليوم الأول الذي استلم فيه كلينزمان تلك المهمة الوطنية أثار الجدل من حوله بشكل لم يسبق له مثيل. شكك الكثيرون في أن يتمكن رجل من دون خبرة في التدريب من أن يدير الفريق الذي سيلعب في كأس العالم، وبما أنه تابع العيش في الولايات المتحدة حيث كانت عائلته، اعتقد الكثيرون بأن يورغن كلينزمان لم يكن متفانيا بعمله. على الرغم من ذلك كان اتحاد الكرة الألمانية خلف كلينزمان 100%، لقد سانده كما ساند أفكاره المتطورة لإعادة البريق المنطفئ إلى الفريق الذي خابت آماله في اليورو ليصبح متنافسا على كأس العالم. أول عمل قام به كمدرب بعد عودته عام 2004 هو إبعاد أوليفر كان عن مركز الكابتن وإبلاغ حارس المرمى على أنه سيخوض معركة ضد كانس ليمون على من منهما سيكون الخيار الأول. كان مادة دسمة لأقلام الصحفيين اللاذعة والتي كانت متعطشة إلى سبق صحفي بغياب أي تحديد رسمي لمن سيخوض المباريات. أحضر كلينزمان مدربين أمريكيين من أجل الرشاقة واختار مساعديه من الرفاق السابقين في الفريق والذين يثق بهم، بالإضافة إلى ذلك قام بقلب بنية الفريق رأسا على عقب. التغييرات في ألمانيا تأخذ وقتا لتسويتها عادة، ولكن وبأقل من 2 سنين في القيادة نقل يورغن كلينزمان لاعبين من فريق يعمل أولا على تأمين سلامة إلى فريق يتقدم بسرعة ويقوم بالهجمات. وأخيرا وبعد أن أقنع نقاده بأنه على قدر المسؤولية، تقبل جميع الألمان الثورة التي صنعها قاذف القنابل الذهبي في الفريق، ورأى الكثير من المراقبين أن هناك أشياء رائعة بانتظار البلد المضيف. في الوقت الذي كان يسير فيه نحو النهائيات في ألمانيا كان الرجل متفائلا. لا أظن أن هناك خطرا، أظن أن الناس راقبوا عملنا خلال 2 الأخيرتين وحتى الذين في الخارج أيضا. لقد قمنا بتغيير في الأجيال داخل فريقنا وأحضرنا الكثير من اللاعبين الشباب. لقد عملنا بجهد كبير وكان لدينا نجاحات وفشل كجميع الأمم. نحن نطوق إلى الفوز بكأس العالم، إننا واثقون من الفريق ونحن نلعب في بلادنا، لدينا الجمهور معنا ونحن متفائلون جداً.
لقد أعاد يورغن كلينزمان وبشكل جوهري الشباب إلى فريقه الألماني الذي لعب بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعا عندما استلم المهمة، وهو لم يخسر سوى أمام الإيطاليين الذين كانوا سيفوزون باللقب في نصف النهائي. كان الجميع يأملون في ألمانيا بأن ظهور كلينزمان على الساحة الدولية سيكون دائما، ولكن وفي نهاية الأمر قرر الرجل الذي أصبح اسمه الآن مرادفا لكأس العالم في ألمانيا أنه قام بما يكفي. بعد تخليه عن مركزه كمدرب الفريق الوطني الألماني، كان يورغن كلينزمان يبحث عن الراحة التي استحقها بكل معنى الكلمة. بالعودة إلى السنتين الأخيرتين، لقد صرفت الكثير من الطاقة على كل التحضيرات لكأس العالم، وبعد ذلك أثناء البطولة أيضا، وفي الوقت الحاضر أنا فعلا لا أشعر بأنني قادر على تحمل أعباء ذلك العمل بالطاقة ذاتها وبالقوة ذاتها. وأشعر بأنني متعب جدا. وفي نية الآن أن أسمح لنفسي بعطلة تستمر نصف عام. لقد قام قاذف القنابل الذهبي بتجهيز فريق مستعد للهجوم وبلياقة بدنية عالية، كما أنه أطلق موجة من توقعات النجاح في ألمانيا. وقد لعب الرجل الذي أطلق عليه مشجعوه اسم كلينزي دورا رئيسيا في نجاح كأس العالم عام 2006. كلاعب كان كلينزمان واحدا من أفضل ما أنتجت ألمانيا. كان قويا ومهاجما متفائلا، استطاع أن يخلق شيئا من لا شيء، كما أنه تمتع بهذه الصفات كمدرب. لقد ربح قلوب الأمة ولفت انتباه العالم. يورغن كلينزمان هو لاعب كرة قدم خالد بكل معنى الكلمة.